انتم جايين بعدينا احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا الاهلي سيد القرى واتقال واحد فيها بطولة يمين بطولة شمال. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان وحلقة جديدة من الاشبال. النهارده ان شاء الله يكون ضيفي في الجزء الثاني من برنامج الاشبال الكابتن خالد جدالله المدير الفني لاكاديميات النادي الاهلي، والحديث عن قطاع كبير، قطاع استثماري وقطاع فني، هو اكاديميات النادي الاهلي، وايضا الحديث عن المباراه المهمه والمرتقبه، مباراه الترجي التونسي، وكيفيه استعداد لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني لهذه اللقاء او لهذه المباراه المهمه جدا جدا جدا. واحنا بنتكلم دلوقتي عن مباراه الترجي التونسي، هو ده حديث الشارع الاهلاوي، ودي المباراه المرتقبه، المباراه اللي بينتظرها كل عشاق النادي الاهلي. الحمد لله ربنا اكرمنا في المباراه الاولى في تونس بنتيجه 1-0، ولكن ما زالت لسه الامال متساويه بين الفريقين، لسه النادي الاهلي ما صعدش للمباراه النهائيه. شفنا اللقطه دي بعد نهايه المباراه لما كاميرات النادي الاهلي او كاميرات القناه عندنا هنا، وما شاء الله كانت البعثه هناك الاعلاميه في تبع القناه عامله شغل هايل هناك، داخله تغطي بعد المباراه مباشره محمد الشناوي وايمن اشرف، رجعوا الناس اللي شغاله علشان في تركيز كبير، علشان دي مسؤوليه واقعه على لعيبه النادي الاهلي وحاسين بيها. اللحظه دي لما محمد الشناوي شاور للمراسل بتاعنا والكاميرات قالوا لو سمحتوا خلوكم بره في اللحظه دي علشان في كلام هيتقال داخل اوضه اللبس، اوضه اللبس اللي بانت فيها تركيز كبير يعني منذ اللحظات الاولى سفر البعثه هنا من مصر، كمان كمل بعد الفوز وربنا اكرمنا هناك بنتيجه 1-0، وكمان كلام الكابتن محمود الخطيب مع اللعيبه احنا كسبنا مباراه لكن لسه ما كسبناش اي حاجه، لسه ما صعدناش المباراه النهائيه، وايضا لسه ما كسبناش كمان البطوله. النادي الاهلي لما بيحتفل بيحتفل بفوزه بالبطوله. عايز افكر الجيل الحالي بمثلين، مثل بعيد شويه في 2007 ومثل ودرس من حوالي اسبوع تقريبا. 2007 وانا كنت موجود في المباراه دي واحنا بنلعب النجم الساحلي هناك في نهاية بطولة دوري أبطال أفريقيا، المباراة الأولى انتهت في سوسة هناك في تونس بالتعادل السلبي ما بين الأهلي وما بين النجم الساحلي. أدينا هناك مباراة عالية جدا وكان لينا الأفضلية. قلنا مباراة العودة في مصر إن شاء الله نقدر نكسب فيها. المباراة هتكون وسط ملعبنا في وسط جمهورنا في استاد القاهرة. الحمد لله كان الاستاد وقتها مليان. قابلنا بعض الظروف الصعبة. كان حكم سيء العرجون زي ما احنا متذكرين. وأدار المباراة يعني كان لصالح النجم وقتها، لكن أنا بتكلم والرسالة دي لعيبة النادي الأهلي لسه الأمور لم تحسم، وخسرنا المباراة الثانية في استاد القاهرة 3-1 وضاع مننا اللقب اللي احنا كنا منتظرينه، وكان كل الأمال وكل التوجهات وكل يعني التوقعات راح عند النادي الأهلي. ده درس مهم جدا في كرة القدم. لسه المباراة القادمة لسه ما زالت الحظوظ متساوية، ما زالت الحظوظ متساوية بين الأهلي والترجي. الترجي فريق كبير، فريق عنده خبرات كبيرة، فريق بطل، بطل النسخة 2018 و2019، فالنهاردة عنده من الإمكانيات اللي ممكن يرجع. أنا بقول الكلام ده علشان لعيبة النادي الأهلي تستعد أفضل استعداد، بقول لك علشان الكابتن سيد حفيظ يفضل قافل على الفرقة، القفلة اللي احنا شفناها هناك في تونس كان في تركيز كبير، وبالمناسبة هناك كمان هقول لحضراتكم حاجة برضو من ضمن الكواليس هناك. لما احنا شفنا وجود الجمهور ترجي هناك والحكم، المباراة هتتلغي، المباراة هتتأجل، الكلام ده كله ازاي تم إدارة الملف ده او الأزمة دي في الوقت ده؟ اول حاجة التواصل كما بين الكابتن خطيب رئيس البعثة والكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي، الرسالة اللي تروح للعيبة دلوقتي في الوقت الحالي ان النادي الاهلي هيلعب ولعيبة النادي الاهلي هتلعب واحنا مستعدين للمباراه لو المباراه اتاجلت نص ساعه او ساعه. دي الرساله اللي راحت للعيبه. علشان كده شفنا استعداد اللعيبه وقتها مع بدايه المباراه، ما تحسش ان اللعيبه دي مباراه متاجله، لا ده اللعيبه كانت مستعده وكان عندها دوافع كبيره جدا. هو ده الاستعداد اللي احنا عايزين نشوفه المباراه القادمه. برضو بذكر اللعيبه بمباراه من اسبوع، مباراه في كره الصالات، الاهلي والزمالك في الكره الطايره. وما شاء الله عندنا فريق الطايره رجال، فريق محتكر لعبه الطايره، فريق ليه رصيد كبير جدا عند جمهور النادي الاهلي ومحقق ارقام كبيره جدا يعجز اي فريق
انه يحققها. راح المباراه اللي فاتت ما بين الاهلي والزمالك في نهائي كاس مصر لكره الطائره واحنا فايزين، رايحين واحنا قبل المباراه احنا كسبنا كاس مصر للاسف. علشان كده ده درس مهم جدا، درس لازم نتعلم منه، درس قبل ما لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله تروح مباراه يوم السبت تعرف ان في شوط تاني هيكون اقوى من الشوط الاول. فريق الترجي فريق قوي، فريق جريح بلغه الكوره، فريق ما عندوش حاجه هيبكي عليها، وعين الشعباني اكيد هيحط الاستراتيجيه اللي هيلعب بيها في المباراه، سواء هيهاجم من اول المباراه او هيكون عنده تحفظ وممكن يغامر في الشوط الثاني. طول ما المباراه ماشيه 0-0 هو لسه في الجيم ولسه في المباراه، ممكن يخطف هدف ويدخل تاني جو المباراه. علشان كده ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي لازم تكون مركزه 100%. الجهاز الفني مستر موسيماني اللي احنا دايما بنشيد بيه، وهو ما شاء الله يعني محقق كمان ارقام ونتائج مع النادي الاهلي، حاجه يعني حاجه عظيمه. موسيماني اللي بيقدر يجيد في المباريات الكبيره. علشان كده ان شاء الله كل التوفيق للعيبه النادي الاهلي في المباراه المهمه القادمه يوم السبت، وان شاء الله ان شاء الله يكون جمهور النادي الاهلي هو السند والدعم كمان بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى مع الفريق في المباراه القادمه يوم السبت القادم. عايز اروح لحضراتكم برضو عن قضيه مهمه جدا، قضيه قطاعات الناشئين. دلوقتي الانديه اعلنت عن الاختبارات، الاختبارات في كل المحافظات، كل الانديه باستثناء النادي الاهلي. النادي الاهلي لحد اللحظه اللي انا بكلم حضراتكم فيها لسه النادي الاهلي لم يعلن الاختبارات، لم يعلن تشكيل الاجهزه الفنيه. ليه؟ دلوقتي اللجنه الثلاثيه المكلفه باداره الكره المصريه، هل من المعقول ومن المنطق ان احنا النهارده 22/6 مفروض مسابقات الناشئين تبتدي بعد شهرين، في شهر 9 النهارده لم يتم الاعلان في الموسم الجديد عن الفرق اللي هتكون موجوده في الدوري؟ تخيلوا النهارده واحنا 22/6 مفيش ولا الانديه جالها اي خطابات رسميه من اتحاد الكوره او من المناطق نقول ايه الاعمار السنيه الموجوده للموسم الجديد، او المسابقات اللي جايه هل هي مسابقات منطقه لاعمار سنيه مين، او كمان مسابقات جمهوريه لمين. لحد اللحظه اللي انا بكلم حضراتكم فيها في عشوائيه كبيره جدا، عشوائيه كبيره جدا في مسابقات قطاعات الناشئين. لحد دلوقتي عندنا في مباراه كانت بين الاهلي والزمالك في الموسم اللي احنا فيه دلوقتي مش عارفين مصيرها ايه. يا ترى المباراه هتستكمل؟ المباراه هتتلغي؟ هل النهارده هنقول الاهلي والزمالك هما بطلي هذه المسابقه؟ مفيش اي خطابات راحت للنادي الاهلي. للحظه اللي انا بكلم حضراتكم فيها دلوقتي الاهلي فريق الاهلي بيتمرن وبيستعد لهذه المباراه. النهارده فريق 99 وفريق 2001 بيستعدوا وبيتمرنوا. حتى الراجل الخواجه النادي الاهلي اتعاقد معاه السنه دي يعني بيشوف العجب. النهارده لما يكون عندك مدير فني اجنبي علشان يحط استراتيجيه ويحط سياسه للموسم، فالنهارده بيحط خطه ازاي يتمرن الناشئين، ازاي فترات الراحه، ايه البرامج المحطوطه. فالراجل مستغرب ازاي تدار الكره المصريه بهذا الشكل في مسابقات الناشئين. لحد دلوقتي انت ما تعرفش مباراه ال 99 دي هتتلعب ولا لا، فده شيء صراحه يدعو للعجب. الحاجه الثانيه واحنا بنتكلم عن الاعمار السنيه للموسم الجديد، مواليد 99، هل السنه الجايه في مواليد 99 ولا لا؟ النهارده النادي الاهلي عنده عدد كبير من مواليد 99 لعيبه معاره، دول مصيرهم ايه السنه الجايه؟ هل النادي الاهلي اللعيبه اللي عنده في مواليد 99 او فريق الشباب دلوقتي هيستغنى عنهم ببلاش بعد ما النادي صرف عليهم فلوس كتير؟ النهارده النادي ممكن يسيب لعيب ببلاش كده والنهارده يبقى قرار من اتحاد الكوره علشان قرار متاخر ومفيش رؤيه، يبقى النهارده بكلف نادي او بخسر النادي فلوس صرفها على ناشئ. طب ما النهارده لازم اعرف الانديه من دلوقتي. انا بستغرب ازاي كمان الانديه عامله اختبارات في المحافظات. طب انت حضرتك النهارده عارف ايه السن اللي موجود السنه الجايه علشان دلوقتي تعمل اختبارات مواليد كذا؟ الحاجه الثانيه برضو المهمه، الانديه في انديه او بعض الانديه او معظم الانديه شكلوا الاجهزه الفنيه.
طيب على أساس إيه تم تشكيل الأجهزة الفنية؟ النهاردة هل جالك خطاب من اتحاد الكورة أو المناطق هنقول في مواليد كذا علشان أبدأ أشكل الأجهزة الفنية؟ الحاجة التانية والمهمة، النهاردة لو أنا شكلت دلوقتي وبعد ما ابتديت وبدأنا نشتغل وفترات الإعداد وجي منشور أو خطاب من الاتحاد المصري وقال إن الفرقة دي مش موجودة السنة الجاية، مصير الجهاز الفني إيه؟ ومصير اللاعبين إيه؟ فللأسف إحنا شايفين عشوائية وتخبط كبير جدا. أسئلة أتمنى القائمين على الرياضة المصرية يكون ليها رد وليها إجابة عندهم. نروح للصورة أكتر مع كابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. تحياتي ليك يا كابتن خالد. أهلا بيك يا كابتن أسامة وسعيد إن أنا موجود معاك. وفي البداية طبعا يعني بهني طبعا النادي الأهلي على المكسب الأخير، كان مكسب مهم جدا بالنسبة لنا وأداء النادي الأهلي كان ممتع في المباراة دي. الحمد لله. عقبال المباراة القادمة إن شاء الله يوم السبت اللي جاي إن شاء الله يا كابتن خالد. إن شاء الله كابتن أسامة. كابتن خالد، المفروض دلوقتي كل الأندية بتستعد للموسم الجديد. للأسف لحد دلوقتي في تخبط وعشوائية كبيرة من اللجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم. لحد دلوقتي 22/6 مفيش أي خطابات راحت للأندية علشان نقول إيه الأعمار السنية الموجودة السنة القادمة أو بعد شهرين. إزاي دلوقتي أنت بتدير الملف ده وأنتوا شغالين إزاي دلوقتي الفترة دي يا كابتن خالد؟ والله يا كابتن سامع أنت بتتكلم في نقطة مهمة جدا ويعني بص انا مش عارف ابداها منين بصراحه من كتر ما انا في الفتره دي قاعد عمال احاول ان انا اخطط لليومين الجايين او للفتره الجايه او للموسم الجاي. بدايه كده انا ما اعرفش ليه كنت عندي احساس من 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 فتره طويله قوي ان بطوله قطاع الناشئين هي مش مهمه. ما اعرفش الاحساس ده وصلني من اول لما اللجنه جت ان عايزه تلغي الدوري وعايزه تلغي البطوله، وطبعا بتستند طبعا الى القصه بتاعت ان كورونا والكلام ده، انما في الاخر البطوله اتلعبت والامور مشيت كانت بشكل كويس جدا وما كانش في اي احداث. احنا وقفنا تقريبا شهر ونص في ما بين والبطوله شغاله بدون اي سبب من الاسباب، وكنا شايفين ان يعني الاتحاد هو اللي كان يعني بيدعم ان البطوله توقف او ان البطوله قطاع الناشئين السنه دي ما تكملش. وده اللي حصل يعني. وطبعا مجلس الوزراء يعني ده من خطابات بقى انا مش عارف صحه الكلام ده قوي يعني، بس من شفنا خطابات ان الاتحاد هو اللي بيخاطب وزاره اللجنه اللي هي كانت مسؤوله عن الكورونا وكده، فان يعني الاعداد كبيره جدا وممكن يبقى في اعداد كبيره. بدايه الجواب ده انا بصراحه يعني ابتديت اقلع على الموسم يعني بشكل كبير، وفعلا البطوله وقفت ورجعنا تاني فلعبنا كل 3 ايام مباراه في كل البطولات، وكانت 99 و2001 من دور واحد، وال2003 وال2006 كانوا من دورين. لغايه دلوقتي انا مش عارف ايه السبب. هل الكره شايف ان بطوله 99 و2001 مش مؤثرين ما لهمش دور؟ طب لو انت شايف بالشكل ده ليه اعمل بطوله كاس مصر ل 2001 وانا عملت البطوله كلها من دور واحد؟ يعني انا يعني في حاجات كده. الحاجه الثانيه يا كابتن خالد، الحاجه الثانيه الغريبه برضو، انت النهارده بتقيم بطوله كاس مصر وبتعمل احتفاليه كبيره كمان النهارده، هل من الاولى ان انا اعمل لبطوله الدوري ولا بطوله الكاس؟ ما هو ده اللي انا بقول لحضرتك يعني. ده انا يعني انا اصلا يعني عملت بطوله الدوري من دور واحد، مش عارف يعني هو هل كورونا ولا هل هي لعدم اهميه البطوله او هل هي لعدم يعني يعني عشان كورونا او عشان 2001 خلاص ما لهمش تصفيات فانا لا خلاص يلعبوا من دور واحد وخلاص. انا ما كنتش فاهم يعني. بس لما لقيت بقى بطوله كاس مصر انا عشان كده تقريبا ما قدرتش اشترك، لان يعني انا لعبت بطوله من دور واحد عشان خاطر ان انا هخلص الموسم. لقيت بطوله تانية لحمت فيها على طول واتعملت بشكل سريع وفيها نهائي وفيها تسليم كاس، ويعني انا ما كنتش قادر افهم ليه يعني ايه الوضع يعني. بس احنا بنحاول ان احنا نبقى مساندين ونبقى مجهزين ومستعدين لاي حاجه بتحدث، بس انت في حاجات بتشوفها انت مش فاهم فيها ايه. التصريحات اللي كلها بتطلع ان 99 دي كانت بطوله مالهاش اي لازمه، وان البطوله دي كانت وديه وبطوله يعني
يعني ده الناس خليهم يلعبوا يعني عشان ما يخلصوش السنه، وفي نفس الوقت انا مش عارف العب اخر مباراه، هل دي لاهميه المباراه ولا عدم اهميه المباراه؟ يعني انا مش عارف العبها لغايه دلوقتي. لسه ما جالكوش اي خطابات يا كابتن خالد بمصير المباراه الاخيره بتاعت الاهلي والزمالك دي؟ خالص والله انا ما يعني انا مش لا، وبعدين هي المشكله كلها ان انا مش عارف هي هتلعب ولا لا. يعني لغايه دلوقتي الولاد بيتمرنوا وكده، هلحم الموسم الثاني، لان انا الولاد 99 بيشترك معاهم 2001 في التدريبات، ف 2001 ما ارتاحوش. فانا مش عارف لغايه دلوقتي هل هتتلعب المباراه؟ طب هل هو المباراه دي ما اتلعبتش لاهميتها ولا عدم اهميتها؟ يعني ما انا مش فاهم، هي مهمه ولا مش مهمه؟ طب يعني ما بتتلعبش ليه؟ وما تتحددش ليه؟ تحدد لها مرتين قبل كده والمرتين ما اتلعبتش، وبيجي لك جواب ان هو مش هتتحدد، مش هتتلعب. يعني ولا اتاجلت ولا اتلغت ولا اي حاجه. فانا لغايه دلوقتي مش قادر افهم الموقف بتاع 2099 عشان احدد الامور. طبعا والولاد وال 2099 يعني طبعا بيتكلموا كل يوم، في ماتش ولا فيش ماتش؟ ما هو للاسف يا كابتن خالد، للاسف في حاله غموض كبيره جدا. احنا لينا نسبه مشاركه في عايزين هيدونا فلوس، ما انا مش فاهم يعني، مش قادر ارد كمان على الولاد في اي حاجه خاصه بالموضوع ده. ويا ريت الناس المسؤولين يعني يراعوا ان الولاد دول مرتبطين بعقود، والنادي مرتبط بعقود معاهم، والولاد دول مش قاعدين في القاهره هنا، لا ده قاعدين في المحافظات، ويعني وعايزين يحددوا مستقبلهم في الفتره الجايه، هل هم هيبقوا فين؟ يعني الدنيا كلها متلخبطه، هم متعلقين دلوقتي على مباراه انا مش قادر بصراحه احدد. وبعدين مستغرب جدا ان هو ليه المباراه مش عايز تحدد، ومش قادر اعرف هي مهمه ولا مش مهمه لغايه دلوقتي. ما انا للاسف في حاله غموض كبيره جدا، احنا مش فاهمين ليه النهارده. يعني اطلع قول المباراه اتلغت، المباراه البطوله مناصفه بين الفريقين، بس اطلع ورد على الانديه. ده بالنسبه يا كابتن خالد لمباراه 99 وفريق الشباب. النهارده الانديه بتعلن الاختبارات في كل المحافظات. النادي الاهلي لحد دلوقتي ما جالوش خطاب رسمي يعرف ايه المواليد اللي موجوده السنه الجايه، فعلى هذا الاساس النادي الاهلي لسه لحد دلوقتي ما خدش خطوه الاختبارات، صح كده؟ طبعا انا لغايه دلوقتي لسه مش عارف ان انا الاتحاد السنه الجايه هينظم البطولات عامله ازاي وشكلها ازاي واعدادها عامله ايه، اعداد اللعيبه السنه اللي فاتت. يعني احنا السنه اللي فاتت كان القرار ان فرقه 99 و2001 كان 25 لعيب، والفريق الاول كان 30 لعيب يعني. فانا لغايه دلوقتي يعني بقول لك في حاجات كده انت ما بتبقاش عارف، هل انا هشتغل من بدايه الموسم ازاي، فتره الاعداد بتاعتي، هشتغل البطوله هتبدا امتى وهتنتهي امتى، البطوله هتبقى جمهوريه ولا هتبقى منطقه ولا هتبقى قطاعات. انا لغايه دلوقتي لسه مش عارف انا هشتغل ازاي بصراحه. نفس الكلام برضو يا كابتن خالد، دي تشكيل القطاع برضو الجديد، حضرتك مش عارف برضو ايه الاعمار السنيه والفرق الموجوده، فمش قادر برضو تشكل القطاع. كل حاجه انت انا مش عارف هو هل يعني الناشئين مش اخذه نفس اهميه بطوله الدوري. يعني دلوقتي في بطوله الدوري شغاله، وان انا هنهي بطوله الدوري يعني انا شايف ان في اهتمام قوي بان انا اخلص بطوله الدوري، والجزء بتاع الناشئين ده يعني عادي يتلعب يعني اعمل البطوله السنه الجايه ولا. انا والله يعني عايز اقول حاجه، انا ساعات كده بقعد جنب مع بروكيتش ما بقاش عارف ارد عليه. ما انا عايز اعرف بقى راي بروكيتش، يعني المدير الفني الاجنبي، يعني رايه ايه في اللي بيحصل ده؟ هيتجنن. مش بهرج يعني كلمه هيتجنن، قال لي هو في ايه؟ هو بيسالني السؤال ده، هو في ايه؟ هو احنا الموضوع ليه صعب كده؟ يعني المفروض ان انا يعني الدكتور ناشئين مش مرتبطه باي حاجه، يعني ما فيهاش مشاكل، ليه ان انا مباراه لغايه دلوقتي انا مش عارف ان انا اقول للواد انتوا اجازه ارتاحوا ولا اتمرنوا على اي هدف، هيلعب بعد اسبوع، هيلعب بعد شهر، مش هيلعب المباراه خالص. هو هيجنن الموقف بتاع 99 ده، هيتجنن، هو مش قادر يعني بيقول لي انا ما شفتهاش في اي حته يعني في العالم، ان انا لغايه دلوقتي مباراه انا مش عارف لها معالم يعني. اخيرا الموقف ده هيجننه. اخيرا يا كابتن خالد، في اي حد بعد اللي حضرتك قلته ده كله، في حد بيتواصل معاكم من اتحاد الكوره ولا لا؟ والله بص، هو طبعا الجزئيه بتاعت التواصل بتاعت اتحاد الكوره دي كلها
يعني بالذات مباراه 99 دي خلاص خاصه بالنادي، هو اللي بيتواصل وهو اللي بيتكلم فيها. انا خلاص يعني الجزء بتاعي كان انتهى، لان انا قلت انا عايز العب، انا ابقى موجود حسب قرار مجلس الاداره. فهم هم اللي بيتواصلوا الاداره عندنا، انا مش قطاع الناشئين خالص، والموضوع ده مش موضوع قطاع الناشئين. فانا بالنسبه لي يعني بصراحه يعني تهت، عارف انت تهت يعني. انا جت في فتره بصراحه كان الدكتور محمود سعد موجود وقعدنا معاه قبل الموسم اللي فات بفتره، واتكلمنا عن موسم لثلاث مواسم جايه، وكان في خريطه محطوطه، وكنت عارف انا هشتغل ازاي السنه الجايه. طبعا الدكتور محمود مشي للاسف يعني، ومش عارف مين اللي يعني اللي منوط بيه من الفتره الجايه ان هو يحدد لنا. طب فنجاده اللي مسؤول دلوقتي بعد ما اتحاد الكره عينه النهارده مدير فني اجنبي بيخطط مفروض للكره المصريه، فين رؤيته وفين وجوده دلوقتي في اللي بيحصل ده؟ وانت النهارده بتاخر مسابقات الناشئين، وكمان ما عندكش رؤيه لشهرين قدام، هيقدروا يعملوا رؤيه لثلاث سنين؟ والله انا زي ما بقول لك كده، انا كنت اتوقع يعني ان الامور هتبقى اسرع من كده. يعني انا الخواجه مثلا دلوقتي احنا هو يعني احنا بنفكر في بلان لفتره طويله جدا، فطبعا مستني يعني بعض النقاط من توصل اتحاد الكره عشان احط البلان بتاعي. فانا كنت متوقع ان مستر زنجادي اول لما يجي هيبقى الشغل اسرع من كده، وانا متهيالي ان هو كان شغل الشاغل هو قطاع الناشئين مش الدرجه الاولى، او لان ده ال يعني الامور فيها محتاجه شغل ومحتاجه توضيح. ورغم ان احنا السنه اللي فاتت شفنا المشاكل اللي حصلت في 99 والمشاكل اللي حصلت في 2006، فقلت كل الحاجات دي هنشتغل عليها بسرعه، وان انا جايب واحد عشان يطور الكره المصريه، بس لما تطور بتطور من القاعده الكبيره اللي هي قاعده الناشئين مش من الفريق الاول. فقلت ان هو شغله سريع يعني اسرع من الريتم اللي كان شغال بيه. ما بصراحه لغايه دلوقتي انا هو بقى له فتره ما شفتش حاجه ظهرت على يعني قدامي، ولا في اي حاجه، ولا في طلب ان احنا نقعد. فلغايه دلوقتي انا مستني وهشوف ان شاء الله الدنيا هتروح فين يعني. بالرغم التخبط الموجود يا كابتن خالد والتاخير الموجود عن الاعلان عن الموسم الجديد، لكن الحمد لله العمل داخل قطاع النشئين بالنادي الاهلي مستمر وعلى قدم وساق. والله انت بتكلمني دلوقتي انا موجود في النادي، احنا شغالين دلوقتي. طبعا الدوري خلص متاخر، اذا كان ال 2006 او ال 2003 متاخر خالص، ولغايه دلوقتي فرقه 99 بتتمرن عندي. فانا لغايه دلوقتي انا يعني شغال في موضوع كامب الملاعب وتجهيز الملاعب للموسم الجديد. طبعا انت عارف الموضوع ده محتاج وقت، والناس كلها موجوده في الملعب وشغالين عشان نعمل الملعب بشكل كويس، ونشوف الملابس بتاعتنا والادوات اللي هنحتاجها للموسم الجديد. احنا يعني ما ارتحناش، الطاقم الاداري كله ما ارتحش، وان شاء الله احنا بنجهز للموسم الجديد بشكل كويس، بس محتاجين المعلومات اللي هنحط عليها الاساس يعني. ان شاء الله يا كابتن خالد يعني الرؤيه تتضح قريبا وبسرعه، ده يعني في صالح الكره المصريه، ونتمنى لك ان شاء الله التوفيق. كابتن خالد بيه ما شاء الله عامل شغل هايل في الموسم اللي فات ده في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا. دي زي ما شفنا وسمعنا كابتن خالد بيبو، للاسف هو ده حالنا وده حال قطاعات الناشئين وده حال التخطيط للكره المصريه. الناس دايما بتخطط لثلاث اربع سنين قدام، واحنا لسه مش عارفين نخطط لشهر قدام، مش عارفين ايه المسابقات، ايه اللي هيحصل في الموسم الجديد، يا ترى ايه الفرق اللي موجوده وايه الفرق اللي مش موجوده. للاسف اتمنى يكون في تحرك سريع وكبير، علشان يعني لو انت عايز تشتغل صح في الكره المصريه لازم تهتم بقطاعات الناشئين. نروح لاخبار الناشئين في الصحف والمواقع. منتخب مصر يتصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى في كأس العرب للشباب. انطلاق الجولة الثانية لمجموعات كأس العرب لمنتخبات الشباب غدا. ما استحملش دموعها، يوسف حسن يذهب لوالدته الباكية بالمدرجات في لقاء مصر بكأس العرب للشباب. موهبة أودينيزي الصاعدة يجري جراحة بنجاح بعد إصابته مع شباب مصر. مانو الأهلي يتلقى عروضا خارجية ومحلية، وموسيماني يحدد مصير اللاعب. موعد اختبارات الناشئين بنادي مصر المقصة 2021.
اختبارات الناشئين إنبي يعلن مواعيد جديدة لاكتشاف المواهب بالمحافظات. سيراميكا يعلن التشكيل الفني الجديد لقطاع الناشئين. رضا البلتاجي رئيسا لقطاع الناشئين بسماد أبو قير. دي كانت أخبارنا النهاردة، لكن عايز أقف عند خبر مهم. منتخب مصر اللي بيلعب بطولة دلوقتي كأس العرب في مصر، كأس العرب للشباب في مصر، منتخب مصر اللي فاز في المباراة الأولى أمام النيجر 2-0 بعد أداء قوي تصدر المجموعة. أيضا الجزائر فاز على موريتانيا 1-0. بهذه النتيجة يتصدر مصر المجموعة الأولى، في المرتبة الثانية الجزائر، ثم موريتانيا، ثم النيجر في المركز الأخير. بكرة إن شاء الله مصر عندها مباراة بقى تحديد المركز، تحديد المركز الأول في هذه المجموعة، هتكون مباراة قوية جدا أمام منتخب الجزائر. ما شاء الله عندنا في منتخب مصر مواهب مبشرة ما شاء الله. شفنا لعيبة كمان يعني اللي أحرز الهدف يوسف حسن، وشفنا في لقطة جميلة كانت هي لقطة الأسبوع لما طلع المدرج وبيقبل إيد والدته، ما شاء الله كانت لقطة حلوة بيدين لها بالفضل طبعا، وهي كانت موجودة في المدرج وإحنا شايفين اللقطة قدام حضراتكم. دي كانت لقطة من اللقطات الحلوة، علشان ربنا يكرمك لازم دايما تتذكر والديك، والدك ووالدتك دايما اللي بيساعدوك وواقفين في دارك، فدي كانت لقطة الأسبوع بالنسبة لنا. أيضا كمان بنتمنى لصلاح الدين باشا إن شاء الله الشفاء العاجل. صلاح الدين باشا هو ابن النادي الأهلي، هو موهبة أدونيزي، كان اتصاب بكسر في التركوة في المباراة الأولى أمام النيجر. صلاح الدين باشا هو مواليد 2003، وكان أخوه ريتشارد 2002، الاثنين من لاعيبة النادي الأهلي، الاثنين كان عندهم 13 سنة و14 سنة، لكن لظروف عمل والدهم في الخارج في إيطاليا زي ما احنا شايفين قدامنا ده صلاح الدين باشا موهبة ما شاء الله مبشرة جدا، رأس حربة يعني هداف في قطاع الناشئين في أودينيزي، أحرز أهداف كتيرة ما شاء الله، أدى أداء رائع، طلع مع الفريق الأول آخر ماتشين في الدوري الإيطالي. وهنشوف في فيديو دلوقتي كمان مباراة أودينيزي مع إنتر ميلان، كمان كان موجود في المباراة. بنتمنى له إن شاء الله الشفاء العاجل، وزي ما بقول لحضراتكم هم أولاد النادي الأهلي. هو ده اللي لابس القميص الأورنج، كونتي طبعا المدرب، ده إريكسن ده اللاعب اللي اتصاب وكان كل أنظار العالم عنده، وهنا واقف مع لوكاكو دلوقتي بيسلم عليه بعد مباراة إنتر ميلان وأيضا أودينيزي. صلاح الدين باشا بنتمنى له إن شاء الله كل التوفيق وإن شاء الله الشفاء العاجل، إنه هو زي ما بقول لحضراتكم يعني موهبة رائعة. عايز أروح برضو مع حضراتكم للقطة الأسبوع قصاد الكاميرا، لقطة حلوة زي ما بقول لحضراتكم المصريين ما بيغلبوش. مباراة في القسم الثالث، مباراة كانت مهمة جدا لفريق بايونيرز، بايونيرز عشان يكسب المباراة دي عشان يصعد. المدير الفني بتاع بايونيرز اتطرد في المباراة اللي قبلها، هو مهم جدا ان يكون في ارض الملعب، لكن للاسف هو مطرود. زي ما بقول لحضراتكم المصريين ما بيغلبوش. هنشوف دلوقتي اللقطة. طيب عمل ايه مدرب بايونيرز علشان يكون موجود مع اللعيبة لكن خارج الخطوط، وبرضه صوته يكون مع اللعيبة ويكون ايضا التوجيهات بتاعته توصل للعيبة. هي اللقطة دي، اجر لودر ووقف على اللودر كده عند السور الحديدي علشان صوته دايما يكون موجود عند اللعيبة. لقطة حلوة جدا، لقطة فيها حماس، وزي ما اقول لحضراتكم لو بنحط لها عنوان المصريين عمرهم ما بيغلبوا. دي كانت لقطة الاسبوع. هروح بقى مع حضراتكم قبل الفصل لنقطة مهمة جدا. النادي الاهلي على مدار تاريخه عمره ما بيصدر الاوهام لجمهوره. النادي الأهلي دايما بيتعامل بمنطقية وبعقلانية، لما بيكون عنده مشكلة بيتعامل معها بالقوانين واللوائح. لكن للأسف بنشوف في النادي المنافس بعض المسؤولين بيصدروا الأوهام لجمهورهم. على مدار أكتر من 30 سنة بنشوف أوهام بتتصدر لجمهور الزمالك وللأسف بيصدقوها. مرة بنشوف عقد الرعاية وأصل الأهرام وكابتن حسن حمدي والمجاملة وعشنا عليها سنين. مرة تانية أصل اتحاد الكورة والمجاملات وعشنا عليها سنين.
مرة تالتة نشوف الاتحاد الأفريقي ونادي القرن والمجاملة وعشنا عليها سنين. مرة رابعة نشوف الحكام وغيره وغيره وغيره. للأسف هي دي الأوهام اللي بتتصدر لجمهور نادي الزمالك على مدار 30 سنة. خلصها أو لخصها كلها في 30 ثانية المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك لما طلع وقال إحنا الحمد لله بناخد حقوقنا كلها تمام وعلى وجه الكمال، بس لما بيكون في كلام بنسيب الموضوع ماشي عشان الناس تحس ان في مظلوميه فناخد حته زياده. للاسف هو ده اللي بيدار او بيدار بالشكل ده، الاوهام اللي بيصدروها نادي الزمالك. وهو بيقول كده، بيقول كده في احدى الرومز على الكلاب هاوس، بيقول النهارده احنا ما بنتعرضش لمظلوميه، حقوقنا بناخدها كامله، لكن لما بيكون في موضوع وفي مظلوميه بنسيب الموضوع شويه علشان المظلوميه دي ممكن من وراها ناخد حقوق اكتر شويه. فكرني بلقطه مهمه جدا في فيلم الراحل العظيم الاستاذ محمود عبد العزيز، فيلم الكتكات الشيخ حسني، بعد كده لما يتكلم وبقفلوا له المايك. نروح لفاصل وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم مره تانية. احنا بنعليها، احنا بدعنا الصنع انتم جايين بعدينا، احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا. اهلا بحضراتكم من جديد. قطاع الاكاديميات في النادي الاهلي قطاع مهم جدا جدا جدا، قطاع استثماري بيحقق ارباح ماديه للنادي الاهلي بشكل كبير، وايضا يعني للامور الفنيه واكتشاف المواهب مهم جدا. شفنا الفترة الأخيرة لعيبة كتير من الأكاديميات تنضم لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي، ولعيبة كمان مميزة مش في القاهرة بس، لا ده في كل المحافظات. علشان يكون يتولى هذا الملف لازم يكون ناس ليها خبرات كبيرة، طبعا مدير الأكاديميات كابتن عبد المنعم شطة تاريخ كبير حدث ولا حرج، أيضا كمان المنضم حديثا بقى للأمور الفنية، وإن شاء الله هنشوف طفرة كبيرة جدا في أكاديميات النادي الأهلي من حيث الأمور الفنية. كابتن خالد جدالة صاحب التاريخ الكبير وصاحب ايضا يعني ايه اكتشاف مواهب كبيره للكره المصريه دلوقتي، ما شاء الله لعبت وبقت حاجه كبيره جدا في الكره المصريه. في البدايه برحب بضيفي كابتن خالد جدالة، منورنا كابتن خالد. الله يخليك كابتن اسامه، وسعيد جدا بوجودي معاك. احنا اللي اسعد ومنور في بيتك في قناه الاهلي. الله يخليك يا كابتن، شكرا. قبل ما نبتدي بقى الكلام عن اكاديميه النادي الاهلي والعمل الجديد ان شاء الله، تعال نسمع التقرير ده الاول ونرجع نبتدي الحوار مع بعض. كان ولا يزال النادي الأهلي هو المدرسة التي يتعلم فيها أبناؤه المبادئ والأخلاق والقيم قبل الرياضة وكرة القدم. خالد جدالة واحد من تلك الأسماء التي شربت وتعلمت في الأهلي وصارت على مبادئه. لم يكن نجم الأهلي السابق مميزا كلاعب كبير في كرة القدم فقط، ولكنه كان مثالا يحتذى به في الأخلاق والسيرة الطيبة والقدوة الحسنة للأجيال الجديدة. هو أحد نجوم ورموز الجيل الذهبي بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني. بدأ مشواره مع القلعة الحمراء عام 1975 عندما ضمه الجنرال الراحل محمود الجهري من نادي هليوبوليس، وتدرج في جميع المراحل السنية المختلفة. خاض أول مباراة رسمية له مع النادي الأهلي عام 1977، وكانت أمام المصري وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف. كان خالد جدالة الذي لقبه الناقد الرياضي الكبير الراحل نجيب المستكاوي بالفناجيل الصغير، كان أحد أفضل نجوم حقبة الثمانينات، واستمر لاعبا أساسيا لا يمكن الاستغناء عنه في الفريق الأول بالنادي الأهلي لمدة 12 عاما، وبالتحديد من عام 1977 وحتى عام 1989. لعب خالد جدالة إلى جانب أشهر نجوم كرة القدم المصرية أمثال الأسطورة الكابتن محمود الخطيب وطاهر أبو زيد، ونجح في حصد أكثر من 20 بطولة مع النادي الأهلي ما بين دوري ممتاز وكأس مصر وبطولات إفريقية.
كما أحرز خلال مشواره الكروي 87 هدفا ومثل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم والشباب، واعتزل اللعب رسمية عام 1989 مفضلا إنهاء مشواره بين جدران القلعة الحمراء صاحبة الفضل في شهرته، رافضا الانتقال لأي ناد آخر رغم العروض العديدة التي تلقاها وقتها من أندية أخرى كانت تريد الحصول على خدماته. بدأ خالد جدلة مشواره التدريبي في مدرسة الكرة بالنادي الأهلي، ثم التدرج بفريق الناشئين، والذي حصل معه وحقق أيضا بطولة نادي الوحدة الإماراتي الدولية تحت 17 سنة مع الأهلي، وهو ما أهله لتولي تدريب منتخبات مصر في الناشئين عام 86، وقدم للكرة المصرية وقتها عددا من المواهب الفذة والبارزة. الآن يتولى خالد جدلة مهمة جديدة في أكاديميات الأهلي، نناقش معه مستقبل المواهب الجديدة وتطوير أداء المدربين. تاريخ كبير يا كابتن خالد داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. والله يا كابتن أسامة من زمان طبعا. يعني أنا في بداياتي، من بداياتي التدريبية ابتديت في مدرسة الكورة، ثم بقى تدرجت في فرق الناشئين بدءا من 15 سنة أو 17 سنة، وبعدين منتخبات مصر للناشئين والمنتخب الأولمبي، فالواحد أخذ مشوار طويل، يعني مشوار طويل بخبرات كبيرة جدا. طبعا طبعا، لأن عدى الخبرات، معنى لما بنقول خبرات برضو نشرحها للناس عشان الناس تفهمها، ان عدى عليك مواقف كتيرة جدا هي دي اللي زودت من خبراتك. يعني بمعنى ايه؟ عدى عليك ان انت بتلعب مثلا ماتش فرقتك مطرود منها لعيب، وماتش مطرود منها اتنين لعيبة، وماتش انت كسبان وازاي تحافظ، وماتش انت خسران ازاي تعوض. فكم الخبرات وكم التعامل مع عدد كبير من اللعيبة. يعني انا تقريبا خلال مشواري التدريبي يعني مرنت تقريبا اكتر من 500 لاعب. 500 لاعب ابتديتها من تحت، من تحت، من مدرسة الكورة لفرق قطاع الناشئين، للمنتخبات، لفرق في الممتاز بي، لدوري ممتاز، في دول الخليج بقى. دلوقتي الكابتن خالد جدلة هو أصبح المدير الفني لأكاديمية الأهلي. الأول رأي كابتن خالد في فكرة الأكاديميات. طبعا فكرة أولا استثمارية من الدرجة الأولى، نمرة اتنين إن النادي الأهلي دايما هو رائد لأي حد. فالنادي الأهلي ما بيفكرش في إن الأكاديميات تبقى فكرة استثمارية فقط، هي في الأساس فكرة استثمارية، ولكن الاهتمام بالنواحي الفنية والاهتمام بالولاد اللي بتيجي من خلال التدريبات في الأكاديميات، إزاي أنت تكتشف منهم مواهب تقدر تثقلها وتقدر أن أنت تقدمها لقطاع الناشئين تفيد النادي. فدي من الحاجات اللي السنة دي بإذن الله النادي الأهلي حسب توجيهات الكابتن محمود الخطيب هو مركز جدا على الحتة دي، إزاي من خلال الأكاديميات نستفيد فنيا في اكتشاف بعض المواهب كويس اللي هي ممكن نسقلها ونشتغل عليها ونقدمها لاختبارات قطاعات الناشئين، وهم بيبقى ليهم طبعا الرأي الأخير، لا بيشوفوا اللعيبة لا إما بياخدوه لا إما ما بياخدوهش. ولكن الحتة برضو المتابعة الفنية هتزيد بدرجة كبيرة جدا كويس. لأن أنا طبعا الحتة دي أنا يمكن تخصصك فيها، تخصصي وجاي عشانها. نمرة واحد، يعني أنا لخص يمكن ورقة العمل بتاع شغلي، نمرة واحد وضع برامج التدريب لكل المدربين في جميع الأفرع بتاع الأكاديمية، وتوحيد السياسة التدريبية اللي هياخدها كل اللعيبة على مستوى الأكاديمية. نمرة اتنين، بعد وضع البرامج متابعة المدربين في تنفيذ هذه البرامج. نمرة تلاتة، التقييم الفني بالنسبة للمدربين. نمرة اربعة، اكتشاف اللعيبة المميزة ووضع برامج تدريب مختلفة عن اللعيبه اللي هي اقل منهم، اللعيب الموهوب غير اللعيب القليل شويه. بالظبط، هيتحط له برامج يمكن اعلى شويه بحيث ان هي تثقله وتبين مستواه بشكل اكتر ويحصل تطور في مستواه بشكل اسرع. نمره خمسه، طبعا مع الكابتن شطه يعني اتفقنا ان هنجيب ادوات جديده للتدريب ويست. بالنسبه هيبقى في تطوير كبير باذن الله. باذن الله، وزي ما قلت لحضرتك كابتن اسامه ازاي اللعيبه المميزه ان احنا أنا بتابعها وبسجل أساميها وبنقدمها لقطاعات الناشئين إن هي تقدر تخدم النادي بإذن الله. كويس، ابتديتوا العمل يا كابتن خالد ولا لسه
العمل للموسم الجديد؟ ابتدينا من 1/6 ولكن كلها حاجات تنظيميه. حاجات اداريه كلها لسه. الكابتن شطه قايم بمجهود طبعا كبير جدا في النواحي التنظيميه والنواحي التشكيل الاجهزه والكلام ده كله. انا من ناحيتي يمكن من 10 ايام رحت انا والكابتن شطه النادي الاهلي فرع الشيخ زايد وعملنا اجتماع مع اولياء الامور واستمعنا ليهم وكان ليهم بعض الملاحظات عن الموسم اللي فات أيدناها وبإذن الله هنحاول على حلها ونحاول على تطويرها. وهم بعد الاجتماع يعني شكرونا بشكل كبير جدا وقالوا ان هم متفائلين بالموسم اللي جاي. خلي بالك يا مسؤولية كبيرة جداً. ان شاء الله النادي الأهلي عنده ما يقرب من 16 17 أكاديمية. النادي الأهلي توجهه انه يعمل أكاديميات في بره في الدول العربية في أفريقيا، فهي مسؤولية كبيرة. انا بقول في الاول وفي الاخر هي في اكتشاف المواهب بالظبط، وهو ده فعلا الاساس وده اللي هنشتغل عليه، لان عدد كبير جدا في الاكاديميات على مستوى ال 16 فرع اللي موجودين. مش معقول ما فيهمش مواهب ومش مش معقول ما فيهمش لعيبه ونقدر نكتشفها ونقدر نطور مستواها ونسقلها ونقدمها ان هم ممكن يصبحوا نجوم في المستقبل. طب حته التنسيق بقى يا كابتن خالد هي مهمه جدا. النهارده عندك لعيب مثلا في فرع ما، لعيب مميز موهوب، عايز تبدا بقى توديه قطاع الناشئين، حته التنسيق ما بين الاكاديميه وما بين الكابتن خالد بيبو. طبعا لازم هيكون في تنسيق كبير، ولكن في البدايه هي المتابعه، والمتابعه دي هتبقى عليا انا، يعني يمكن هيبقى فيها مجهود شويه زياده، ولكن انا كل مدرب هيكون مسؤول عن مجموعه معينه من اللاعبين بيرشح اللعيبه المميزه انا بحطها تحت بتابعها. يعني النهارده المدرب في الفرع نمره واحد المدرب كويس بيرشح لي في المجموعه دي انا عندي فلان وفلان. انا بتابعه وبشوفه وبشوف هل هذا الكلام، وطبعا من خلال انا مش تابع بس، لازم ابقى عارف انا برضو عشان انا اشتغلت في قطاعات الناشئين كتير ببقى عارف المستوى اللي هيمشي مع قطاعات الناشئين. صح مظبوط. يعني النظره دي بدل ما نضيع فيها وقت بتبقى باينه، ولكن هيكون في تفاهم بعد ما ننقي لعيبه مميزه انا شفت واقتنعت ان هم ممكن يكون ليهم دور وممكن ينضموا لقطاعات الناشئين. طبعا هتواصل مع الكابتن خالد بيبو ومع المدير الفني الاجنبي لقطاعات الناشئين بحيث ان احنا ننظم لهم مواعيد هم يتفرجوا عليهم مره واثنين وثلاثه، وبعد كده طبعا الراي الاخير بيبقى ليهم. وحضرتك دلوقتي بتتكلم وبتقول سبق لك العمل في قطاعات الناشئين، دلوقتي بقيت بتعرف اللعيب اللي يصلح لقطاعات الناشئين. طبعا طيب. حتى اللي يصلح اللي هيكمل ولا مش هيكمل اكيد انت طلعت لعيبه كتيره. طب عايز اخد رايك اتفضل يعني وهعرف الاجابه بعد الفاصل. دلوقتي لما يكون في لعيب نجم ومعتزل، هل الافضل ليه وهو بيبتدي المشوار التدريبي يبتدي مع مع البراعم الولاد الصغيره ولا يبدا مع السن الاكبر؟ هعرف الاجابه ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن خالد كنت بسالك قبل الفاصل، النهارده بيكون لعيب كوره نجم واعتزل، تاني يوم عايز يشتغل في التدريب بيتحط في قطاعات الناشئين وبيتولى ممكن البراعم. خطورة الأمر ده إيه؟ خاصة النهاردة أنت البراعم هي يعني فترة التأسيس، فالنهاردة هل يصح أن ممكن يكون مهما كان اللاعب المعتزل أو اسمه ممكن يتحط في البراعم، ولا الأفضل لو هو عايز يشتغل في التدريب ممكن يتولى فريق سنه أكبر شوية؟ لا، هو الأفضل أنه هو ما يبتديش مع البراعم، لأن شغل البراعم في منتهى الصعوبة. ليه؟ لأن المرحلة بتاعت البراعم دي بتبقى مرحلة التعليم. يعني لو اتكلمنا على مراحل علم التدريب الرياضي هما ثلاث مراحل، تعليم وبعدين صقل وبعدين تثبيت. فمرحلة التعليم بتبقى محتاجة خبرات كبيرة جدا ومواقف مختزنة جوه دماغ المدرب ما بيكتسبهاش على طول من وهو بعد ما يبطل لعب، بيكتسبها من خلال الشغل. فالأحسن إن نجم كبير أو نجم بطل نمرة واحد إزاي أنه يشتغل مع مدرب يستفيد منه شوية ويستفيد في التعامل مع لعيبة، وفي نفس الوقت يثقل نفسه بالدراسة، لأن كرة القدم هي علم وكل يوم في كرة القدم في جديد تتعلم طبعا، فلازم المدرب يطور نفسه، فلازم يدي نفسه فترة ان هو يطور نفسه من خلال بقى الدورات، من خلال رخص التدريب، وفي نفس الوقت يشتغل مع مدرب يكتسب منه خبرات. بعد فترة ممكن نقول سنتين ممكن ان هو يشتغل بقى لوحده سواء بقى في فرقة، بس برضه يبعد عن البراعم بعد 5 سنين من مزاولته للمهنة ممكن ان هو يشتغل. ابرز الاسماء اللي كابتن خالد جد الله وهو في مشواره التدريبي اتعلم منه. لا، اتعلمت كتير ومن ناس كتير. نمرة واحد طبعا الله يرحمه كابتن جوهري. كابتن محمود الجوهري اتعلمت منه وانا بلعب، يعني وانا بلعب معاه وهو المدير كان مدرسه كابتن جوهري. طبعا كان سابق عصره.
وفعلا كان اثبت ان التدريب نمره واحد موهبه بيثقل بالدراسه. لو الموهبه موجوده بتوفر عليك حاجات كتيره جدا وبتوفر عليك وقت كبير جدا. فهو كان مدرب موهوب واثقل نفسه بالشغل وبالعلم، واشتغلنا معاه احسن سنين عني انا عن نفسي، انا احسن سنين لعب يعني كانت مع كابتن جوهري. طب في التدريب بقى مدرسه والله كتير، كان كابتن جوهري طبعا، كابتن طه اسماعيل، كابتن سايس، دون ريفي، باتلر، الناس اللي اشتغلت اللي مرنوني بشكل كبير جدا. في مدربين انا اشتغلت معاهم يعني في المنتخب الاولمبي، في منتخب مصر الاولمبي اشتغلت مع مستر زيجي هيلد الالماني، ده استفدت برضه منه بشكل كبير جدا. وانا ماسك بنياس في الامارات الفريق الاول، اشتغلت مع مدرب الماني برضه بيرنت كراوس، برضو يعني استفدت منه كتير جدا. وعلى فكره يا كابتن اسامه في مهنه التدريب انت ممكن تستفيد وتتعلم من مدرب لسه بادي يعني في حته معينه، يعني في حته معينه، لان كره القدم ما فيهاش اخر، يعني علم كره القدم ما بيقفش. لا، فاي مدرب لازم هيستفيد، ولازم اللي هو بيحب شغلته مش عيب ان هو يستفيد من اي حد حاجه تضيف له يعني. تمام. هو كابتن خالد جدالة مدير الفني لأكاديميات الأهلي، كابتن شطة المدير مدير الأكاديميات كلها، في تنسيق وتعاون كبير. طبعا كابتن شطة طبعا كابتنين لعبنا مع بعض يعني، والكابتن بتاعي، وهو طبعا شخصية جميلة جدا ولذيذة جدا ودؤوب جدا في عمله ومنظم جدا. طبعا خبرات كبيره جدا اكتسبها من خلال شغله برضه في الاتحاد الافريقي. فانا سعيد جدا ان انا اكون موجود معايا. طب قول الو. الو خالد. كابتن يا كابتن شطة حبيبي يا كابتن، ازيك يا كابتن شطة؟ منورنا وتحياتي الكابتن خالد جدالة. الله يسلمك، نور الناس الاكاديميات والنادي الاهلي ومجهود ان شاء الله. الله يخليك يا كابتن، نوفق في السنه دي باذن الله. الله يخليك يا كابتن. كابتن شطة اعلنتوا خلاص عن العمل للموسم الجديد، وكابتن شطة برضو حدد ارقام لاولياء الامور اللي عايز يشترك في اكاديميات الاهلي، مظبوط كده؟ عملنا اللائحة واعتمدناها من لجنة التخطيط ووجهة الإدارة، وأول ما تم اعتمادها رسميا أعلناها وبعتنا اللائحة لكل الأفرع اللي موجودة الآن، والأفرع الجديدة اللي هتتفتح إن شاء الله أول ما نستلم العقود هنبعت لهم اللائحة الجديدة بتاعتهم، ونبدأ إن شاء الله نجهز الأفرع الجديدة عشان نبدأ إن شاء الله على يوم 3/7 تقريبا في مدينة نصر والشيخ زايد. اكيد اكاديميه الاهلي ان شاء الله هتستفيد من كابتن خالد جدالله، يعني مدرب كبير واسم كبير، وتستفيدوا منه خلال الفتره الجايه. كابتن شط، احنا يا اسامه لازم تكون عارف، احنا طبعا اولاد النادي الاهلي اختبارات كبيره، اللي اشتغلوا بره واشتغلوا داخل النادي ولعبوا للنادي، ودائما الحقيقه هم وجودهم في الاكاديميه او في قطاع الناشئين بيبقى ليها ثقل كبير جدا، لان الخبرات اللي عندهم يعني قد تكون الافضل نوعا ما، لكن هي طبعا من خلال مؤسسه كبيره زي النادي الاهلي. النادي الاهلي مش بياخد بطولات بس، النادي الاهلي مش بيطلع لاعبين مميزين بس، النادي الاهلي برضه بيخرج اداريين وبيخرج مدربين وبيخرج يعني كفاءات على مستوى كل الامور الاداريه والفنيه دي حاجه مهمه جدا لازم الناس تكون عارفاها. واحد زي كابتن خالد جدالله، زي محمود صالح، زي احمد عبد الباقي، زي كابتن حماده مرزوق، كل اي حد موجود في الاكاديميه ده بيضيف فيها طبعا. طبعا. لان الحقيقه برضه فيها كمان دلوقتي عندنا كمان عندنا امير عبد الحميد موجود برضه معانا بيستفيد من وجوده في الاكاديميه، دي كلها حاجات بتضيف يعني للاكاديميات يعني حاجه مهمه جدا انك انت تستعين بخبرات زي خالد جد الله الان. احنا السنه اللي فاتت يا اسامه لو تفتكر احنا كنا اتفقنا ان يكون في مدير فني موجود مع المدير الاداري، وحصلت طبعا تقريبا مشاكل بسيطه. كنت انا متحمل المسؤوليه كامله فنيا واداريا، تعبت جدا ما قدرتش اطلع كل قطاع كبير جدا يا كابتن شط، قطاع الاكاديميه ما قدرتش اطلع كل المجهود ان انا اخلينا فنيا واداريا. الحقيقه وجود خالد جدال الان هيكون له ثقل كبير جدا لاولياء الامور عشان يعرفوا ان في واحد هيقيم المدرب ويقيم اللاعب ويشوف اللاعب الكويس اللي يستحق يروح قطاع الناشئين من خلال لجنه فنيه هتتعمل برئاسه كابتن خالد جدالله. كل الحاجات دي افتقدناها الموسم اللي فات، كنا بنستعين بقطاع الناشئين وبعدين مدربين وبعدين فنيين عشان يساعدونا مع مدربين طبعا الاكاديميات المختلفين، فدي كلها حاجات مهمه جدا هتفيدنا السنه دي، ان انا السنه دي هنبدا من اول الموسم نصنف اللاعبين المميزين عشان ياخدوا برامج مختلفه. وانا قلت كابتن خالد جدالله، يا كابتن خالد
عايزين نعمل برامج للعيبه المميزه عشان ترفع من مستوى اللاعب من خلال البرامج ديت، عشان اللاعب اللي هو في الاكاديميه بياخد نفس التدريب اللي بياخده اللاعب الاقل في الاقل في الاقل، او اللاعب المبتدئ، او اللاعب اللي لسه عايز مجهود. فريق كلها طبعا هتكون لها دور كبير جدا ان شاء الله من خلال ان شاء الله كابتن شطه. واكيد كابتن خالد اضافه كبيره، وحضرتك كمان الاسماء اللي قلتها اسماء ونجوم كبار في النادي الاهلي. دايما يا كابتن شطه والنادي الاهلي سابق بخطوات عن الانديه الثانيه، واحنا بنشوف دلوقتي النادي الاهلي ما شاء الله يعني بنتكلم في 16 17 فرع للنادي الاهلي في اكاديمياته في جميع المحافظات. الفرع الجديد ان شاء الله هيكون فين يا كابتن شطه؟ ما عندنا فرعين بتفكر فين دلوقتي؟ جدا جدا فرع في سموحه وفرع في سبينا كوم. فرع فين يا كابتن شطه معلش تاني؟ فرع في سموحه. سموحه دي طبعا دار من اوائل الاكاديميات اللي اتعملت، النادي عملها من فتره طويله جدا تمام، لكن ما استمرتش نظرا لظروف خارجه طبعا عن اراده النادي الاهلي. لكن الان الحقيقه استطعنا يعني بعد ما مركز شباب سموحه تم يعني صيانته واصلاحه بقى يعني على اعلى مستوى، استطعنا نتفق مع الحقيقه مع الـ مع الـ 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 المسؤولين في سموحه. الان هنفتتح ان شاء الله لاول سبعة باذن الله، و في اكاديميه في سبينوكوم. سبينوكوم دي من زمان بنحاول نروح لها ما كناش لاقيين مكان، لكن وجدنا مكان هي مميز جدا جدا، والحمد لله تم اعتماده رسميا من لجنه التخطيط. والان ان شاء الله الاسبوع القادم انا وكابتن خالد يضل هنروح نزور هذا المكان، وهيمسكوا كمان مين؟ مدير الفرع كابتن احمد نخله. طبعا كابتن احمد نخله نجم الاهلي الكبير. طبعا طبعا اسم كبير كابتن احمد. انت معايا يا سامو ولا لا؟ لحقته في الاخر يا كابتن شطه. حيته في الاخر، بس كان عندنا في القناه من شويه قابلته سلمت عليه وقفت معاه. كابتن احمد نخله اسم كبير وشخصيه جميله ما شاء الله عليه. بسالك هيكون مسؤول عنها ان شاء الله ربنا يوفقك. ميت خاقان تقريبا. كابتن شطه دايما بسالك سؤال هفضل اكرره على طول. كابتن شطه اسم كبير في افريقيا، امتى ان شاء الله هيكون النادي الاهلي يغزو افريقيا ويكون اكاديميه النادي الاهلي موجوده في افريقيا يا كابتن شطه؟ الله يا سلام ان شاء الله ان شاء الله قبل شهر 9 و10 هنقدم ملف كامل باذن الله، عشان نعتمد الحقيقه من لجنه التخطيط، لانه الحقيقه دراسه هذه الاكاديميات في منتهى الصعوبه. انت عارف برشلونه وريال مدريد ومانشستر يونايتد كل الاكاديميات الاوروبيه في افريقيا انا كنت متابعها جيدا بحكم عملي كمدير فني للاتحاد الافريقي. هذه الاكاديميات الحقيقه من سلبياتها الكثيره اللي انا شفتها، نستطيع ان نتجنب هذه السلبيات والمصاريف الكثيره اللي تصرف في بعض الامور الخاصه بالملاعب والخاصه باداره الاكاديميات. ان شاء الله السنه دي من خلال الدراسه اللي انا عملتها باذن الله هنعمل الاكاديميات دي بحيث انها تكون لها فائده فنيه وفائده كمان ما تبقاش عبء على النادي الاهلي يصرف عليها بدون ان يكون لها عائد مادي وعائد كمان فني من لاعبين كبار نقدر نستعين بهم في النادي الاهلي مستقبلا ان شاء الله. ان شاء الله يعني اول ما اوصل للنتيجه الحقيقه اوعدك ان انا ان شاء الله في برنامج من برامجك باذن الله هنعلن هنا ان شاء الله عن اول اكاديميه للنادي الاهلي في افريقيا تكون هنا ان شاء الله عندنا في الاشواق قناه الاهلي. يا اسامه النادي الاهلي في افريقيا اسم كبير طبعا، الناس كلها انا لما عرضت العمليه دي على الاتحادات الافريقيه كله طلب يعمل اكاديميه، كله طلب جنوب افريقيا، السودان، تنزانيا، غانا. فحقيقه يعني انا ان شاء الله هقدم ملف لجنه التخطيط اول ما يتوافق عليه ان شاء الله تكون يعني انت ان شاء الله. طب شطه بمناسبه افريقيا واحنا بنتكلم عن افريقيا اخيرا، حضرتك شايف ازاي مباراه الاهلي والترجي القادمه ان شاء الله يوم السبت القادم؟ النادي الاهلي نادي بطولات، يعني احنا بنلعب عشان نكسب بطوله، مش هتفرق معانا اي حاجه ثانيه، شماريخ، غزو الجماهير في الملاعب، كل الحاجات دي النادي الاهلي ليه فيها صعبه جدا. لو تفتكر 82 كابتن خالد جدالة فاكرها؟ طبعا لما لعبنا هناك. ايوه طبعا كانت هناك معركه حصلت في الملعب، اول بطوله خدناها سنه 81 كده. ايوه 82 يتذكر طبعا. 82 المباراه هناك كنا بنلعب في جو ارهابي فظيع جدا رهيب. طبعا الاهلي اول بطوله خدها كانت اصعب بطوله بالظبط. الله هذه البطوله برضه من خلال الاداء اللاعبين في تونس انا متاكد تماما انه الحقيقه النادي الاهلي قادر على ان يحقق يعني ان شاء الله نتيجه مرضيه. وانا بقول المباراه اللي هناك دي يجب ان ننساها تماما. ما نعتمدش علينا ان كسبنا واحد يا كابتن اسامه. ايوه طبعا قادرين على أن نعلم تماما ان المباراه دي تكون اصعب من اللي هناك. لانه اي هدف هيجي فيك هيكون فيه يعني توتر شديد جدا وصعوبه شديده جدا في انك تلم نفسك ثاني وقلق وممكن يكون في نوع من التوتر كده، لكن
انا بقول ان المباراه هتكون مباراه منفصله تماما، مش عايز انا ارجع للنتيجه اللي هناك واقول والله انا هلعب اتعادل، لا لازم العب عشان اكسب هذه المباراه ان شاء الله. وده قدر دايما البطل، قدر البطل ان دايما بيلعب في اي ظروف، ونتمنى لهم ان شاء الله التوفيق يوم السبت القادم. بشكرك كابتن شطه، شكرا جزيلا. نروح لفاصل، وبعد الفاصل استكمل حواري مع ضيفي الكابتن خالد جدل. اهلا بحضراتكم من جديد. كنت بتكلم في الفصل مع الكابتن خالد دلوقتي عن الاكاديميات خارج بقى القاهره وفي افريقيا، وكابتن شطل بقول له لازم يعمل لنا ان شاء الله اكاديميه في السودان باذن الله ان شاء الله. كابتن خالد، في تاريخ حياتك بقى التدريبي ما شاء الله ابتديتها من براعم النادي الاهلي مرورا بفرق داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، ايضا المنتخب الاولمبي، ايضا كمان لك فترات تدريبيه في الخليج، منتخبات مصر الناشئين وشباب. ابرز اللعيبه اللي كابتن خالد شافها واكتشفها وطلعها بقى بعد كده للكره المصريه. والله يا كابتن اسامه، يعني انا يكون ليالي دور في الاكتشاف في الاول، ولكن طبعا في مدربين اضافوا كتير بعد كده. ولكن طبعا يعني اول واحد عشان مش هنساه لانه قاعد قدامي هو كابتن اسامه. كابتن اسامه حسني من هداف النادي الاهلي، وانا من ساعه من وانت لسه يعني صغير انا متنبئ بمستقبل زاهر ليك ومستقبل مشرف، والحمد لله ربنا يكرمك. وعلى فكره الاستوديو التحليلي بتاع مباراه الاهلي والترجي اللي فاتت دي اتفرجت عليه، في ثلاثه قاعدين دول من ولادي يعني انت طبعا واحمد بلال، لان احمد انا اللي جبته، وعادل مصطفى. فانا كنت طاير من الفرح نمره واحد عشان كسبنا طبعا، والنادي الاهلي كسب، نمره اتنين عشان انا شايف ولادي قاعدين متالقين في التحليل وبيتكلموا اكنهم مدربين كبار، فدي كانت حاجه تسعدني جدا. صفقه احمد بلال وانت بتخلصها كانت صفقه، عارف عربيتي اتدغدغت واحنا رايحين الشرقيه، لقيت عربيه جايه من ورا دخلت في العربيه، نص العربيه اللي وراني الشنطه. لو انت لسه رايح تجيب احمد ده مش هتخلصه من هناك من النادي بتاعه عشان نجيب الاستغلال. فطبعا احمد، وكان معايا الاداري العميد عدلي الوراق الله يرحمه. احمد طبعا قال لي يا كابتن خلاص نرجع، قلت له نرجع فين يا ابني؟ لا هنروح. ربطت الشنطه بحبال وبتاع وكملنا وجبت الاستغنى. وانا فاكر جبنا الاستغنى يوم خميس، كان يوم الاحد عندنا ماتش مع المقاولين العرب في مدينه نصر، في دي كانت فرقه 15 سنه تحت 15. لعبت احمد لعب، كسبنا 3-0، جاب 3 اجوان ما شاء الله. فيعني هي العين مهمه جدا في اكتشاف، لان لعيبه كتير قوي بطلت. لا واصرارك كمان، العربيه اتخبطت ورا، لا ورحت وتعمل العربيه وتربط عشان تروح تجيب لعيب بعد كده يلعب في نادي الاهلي سنين طويله والحمد لله مصره. الحمد لله وبقى نجم كبير. في بقى في المنتخبات طبعا في مواليد 86، كان حسام عاشور وشيكابالا واحمد سمير فرج، دول يعني ابرز ثلاثه اللي انا ممكن، لان كانوا بيلعبوا في الاشبال في الانديه. انا خدتهم منتخب مصر للناشئين، هي دي كان يعرفوا دي. دي البطوله دي احنا رحنا بطوله وديه كانت في تركيا، كانت زي كاس عالم مصغر مشترك فيها ست فرق. فرنسا كانت واخده بطوله كاس العالم للناشئين، ابراهيم يوسف الله يرحمه كان يوسف كان مشرف عضو مجلس اداره الاتحاد، كان رئيس البعثه. وكان معايا بقى علاء عبد العزيز المدير الاداري وبدير وكابتن اشرف ابو النور. بالظبط. الفرقه اللي رحنا خدنا مركز ثالث، خدنا ميداليه برونزيه، شايفين احمد سمير فرج على الشمال اهو، حسام عاشور عبد الله جلال برضو لعب، وعبد الله جلال واحمد مجدي شريف اشرف، وشريف بتعتمد على طول ده شريف اشرف. شريف كان مواليد كان مواليد 87، اصغر سنه بس انا كنت واخده. وشيكابالا ولعيبه، وهاني العجيزي هاني موجود اهو. وهاني العجيزي. فكان رحنا خدنا ميداليه برونزيه، كسبنا فرنسا بطل كاس العالم الناشئين، كانت واخده كاس العالم. كسبناهم 1-0، كانت يعني مش هقول لك يا كابتن اسامه طبعا النتيجه كانت يعني جامده جدا. فالحمد لله ده جيل 86. منتخب الاولمبي طبعا لا جيل بقى كنت قريبين يعني قوي للصعود مع المنتخب الاولمبي، احنا ما صعدناش بفرق نقطه، فرق يعني نقطة. بس كنت قريبين قوي. بختنا وحش ان البطوله كانت صعبه، المجموعه كنا احنا والمغرب وتونس والساحل العاج بياخدوا الاول، بس كانت في المغرب على ما اتذكر. لا بنلعب رايح جاي. كانت ماتشاتها جاي يعني، كسبنا تونس هنا وفي تونس، كسبنا ساحل العاج في مصر وتعادلنا في ساحل العاج، خسرنا من المغرب هناك وتعادلنا هنا. هو ده الماتش
المغرب راحت الاولمبياد بتاعت سيدني على نقطه واحده. طبعا جيل بقى كان محمد فاروق وسيد عبد الحفيظ وايمن عبد العزيز وعبد الواحد السيد لا يعني كانت فرقه. هو ده نفس الجيل احمد مجدي وهو حسام عاشور وعبد الله جلال والفي والباقي انا بقى مش متذكر، ولكن وعماد عبدين اللي ورايا مش باين ده كان باك ليفت برده كويس قوي كان عندنا من النادي الاهلي. فاجيال بس كمان افتكر انا كنت ماسك فرقه نادي الاتفاق السعودي في السعوديه كابتن اسامه. جالي في الصيف ولد في مش اختبارات جالي كده قال لي عايز اتمرن، نزلته قلت يمكن كويس السعوديه اسمه حمد. لقيته الولد كويس بس طبعا وزنه زياده وبتاع عايز شغل بس الاساسيات موجوده. فتاني يوم لقيت والده جه قال لي لا انا مش عايزه يلعب بس لو انت موجود يا كابتن خالد انا هخليه يجي التمرين. فقلت له خلاص انا موجود وخليه يجي وده زي ابني وهحطه في عينيا. اشتغلت معاه حمد دون بعد رابع سنه. انا ما استمرتش الاربع سنين بس هو اشتغل معايا سنتين. اخد احسن ناشئ على مستوى المملكه العربيه السعوديه ما شاء الله. ما هي دي العين وده المدرب الخبير اللي يقدر يحط بصمته في لعيب حتى لو كانت موهبته ليل. كابتن خالد هروح استاذنك روح لفاصل وبعد الفاصل بقى عايز اتكلم في المباراه المرتقبه والمهمه للنادي الاهلي يوم السبت القادم امام الترجي ووجهه نظر الكابتن خالد جدلة ايه ورسالته كمان لعيبه النادي الاهلي قبل المباراه يوم السبت. نروح لفاصل وبعد الفاصل اسمع راي كابتن خالد في مباراه الاهلي والترجي. اهلا بحضراتكم من جديد. بنقول لكابتن حسين الشحات كل سنه وانت طيب وبالتوفيق ان شاء الله يا سحس. يوم السبت عندنا لقطه دلوقتي لعيبه النادي الاهلي وهي تحتفل في بدايه التمرين النهارده بالكابتن حسين الشحات. دي طبعا الممر الشرفي ده الممر الشرفي زي ما كانت خالد بيقول لقطه معتاده دايما في احتفالات واعياد ميلاد لاعبي النادي الاهلي يعني الخبطه دي بتفوق برضه. بس عمرو السليه ما شاء الله يعني قلب ابيض. عمرو السليه بص قلب ابيض قوي من ناحيه حسين الشحات يعني ما بعديش بيد واحده لا بيدين الاثنين. الروح جميله طبعا ومع الروح دي في تركيز كبير جدا لمباراه السبت القادم. كابتن خالد شايف مباراه الاهلي والترجي من السبت القادم ازاي؟ لا مباراه صعبه يعني يمكن انا هقول عليها الشوط الثاني من المباراه. احنا خلصنا شوط اولاني بتفوق واضح ونتيجه الحمد لله كويسه جدا مرضيه وبعرض اكتر من رائع. لسه الشوط الثاني فلازم على لعبتنا ينسوا المباراه الاولى دي خالص، يركزوا في المباراة الثانية بشكل كبير جدا ويشوفوا هم كانوا كويسين ليه في المباراة الأولى ويبنوا على كل حاجة كويسة هم عملوها خلال المباراة الأولى. أبرزها إيه؟ نمرة واحد طبعا التركيز اللي فوق العادة لعيبة النادي الأهلي في المباراة الأولى برغم الظروف اللي حصلت. برغم ده بالعكس ده يمكن الظروف اللي حصلت دي زودت من نسبة تركيزهم كمان 200% لأن كانت ظروف صعبة جدا، ولكن بخبرتهم وبشخصية لعيبة النادي الأهلي وشخصية النادي الأهلي مفيش حاجه بتفرق معانا وبيقدروا يفصلوا وبيقدروا يركزوا في الهدف اللي هم عايزين يوصلوا له والحمد لله وصلنا له. يبقى نقول نمره واحد التركيز مهم جدا في الماتش اللي جاي، عدم ان ما نرتكبش اخطاء بره خط ال 18 عشان ما يبقاش فيه كور ثابته علينا لان هم بيتميزوا بيها ممكن ان هم يسجلوا فينا من خلال اي كوره ثابته من خارج منطقه ال 18. نمرة ثلاثة استثمار الفرص وده دايما أيوة. أنا هي دي النقطة بقى المهمة اللي انا بقوله للفرق الكبيرة طبعًا. ازاي ان انا من نص فرصة اقدر احرز هدف. محمد شريف في الماتش اللي فات كرة صعبة جدا الانفراد استلم وحطها حلو جدا والتحرك يعني كمان اللي قبل الاستلام ممتاز قطع من بره لجوه بالظبط من بره لجوه بحيث ان هو حتى مش طولي يعني هو ما قطعش طولي فكرنا بكابتن خالد جدلة زمان والسروقات بتاعته وليك انت كمان السرو حلو لا وازاي هو حطها طبعا بوش رجله الخارجي راحت في القايم وازاي هو تابع الكره برده عشان ترجع له تاني ما هو دي كان ممكن يلعبها ويقف الكره تيجي جون يقوم ياخدها تاني. فاستثمار الفرص التركيز الروح القتاليه الماتش اللي فات لو كنا نبص على اي كره مشتركه ما بين لعيبه الترجي ولعيبه النادي الاهلي كنا احنا اللي بناخدها. فباذن الله بشخصيه لعيبه النادي الاهلي وخبرتهم وبالثلاث نقط التركيز واستثمار الفرص والتمركز الجيد والتحول السريع ما بين الدفاع والهجوم والعكس باذن الله ربنا هيكرمنا باذن الله. شرفتنا ونورتنا يا كابتن خالد. شكرا يا كابتن اسامه انا سعيد جدا دايما كنت بستمتع بلقائي معاك ربنا يخليك شكرا شكرا يا كابتن. التركيز والاستثمار دي اهم يعني رسائل الكابتن خالد للعيبه النادي الاهلي وبرده من هنا بنقول لكبير الهدافين
كابتن عماد متعب. ألف سلامة عماد متعب، واحد يعني من أبناء النادي الأهلي اللي عاشوا وتربوا داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي وحقق نجاحات كبيرة مع الفريق الأول وأيضا مع منتخب مصر. بنقول له ألف سلامة كابتن عماد متعب. امبارح أنا كلمته مكالمة شخصية والحمد لله طمني، وقريب يسافر عشان يطمن على نفسه. دي لعيبة الفريق الأول بالنادي الأهلي، كابتن رامي ربيعة، كابتن من الشناوي، سعد سمير، أيمن أشرف، وليد سليمان، ومحمد شريف، شايلين تيشيرت عماد متعب رقم 9، وكمان مشاركة من لعيبة النادي الأهلي عماد متعب، وبقولوا له ألف سلامة وإن شاء الله ترجع لنا يعني عماد متعب بتاع زمان اللي إحنا نعرفه قريب. بكده انتهت حلقتنا، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، نشوف حضراتكم الأسبوع اللي جاي وحلقة جديدة من الأشبال.